السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. قراءة روحانية لمواليد برد الدلو، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابي في الله فضلا وليس امرا. ادعموا الفيديو باللايك، وان كنت تشترك في القناة يشرفنا اشتراكك في القناة، واللي حابب يتواصل معنا في الكشف او تحديد حالته او تشخيص حالته من السحر او مس او تعطيل او تابع او اي اشياء او استرداع الحبيب او باذن الله تعالى او رد المطلقة، يدعم الفيديو بي الشكرا ويتواصل معنا الرقم واتس امامه، وان شاء الله نكون في حسن ظنه. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. الكشف شايف هنا، اللهم صل على سيدنا محمد. في مكالمة أو رسالة، عندك مكالمة أو رسالة هتديلك من شخص غايب عنك بقاله فترة طويلة، رح تأتيك قدامك نقطة إن شاء الله تكون ساعة أو يوم بإذن الله، المكالمة دي رح تجيلك. عندك هنا في أمور هتكون مثيرة ليك، هتندح، عندك نداح، طاقة نجاح، لإما لأطفالكم أو ليكم يا شباب، في طاقة نجاح حلوة وربنا هيرضيك وهيرضيك بإذن الله تعالى، لأن طاقة النجاح أمامكم. هذا القراءة عامة أحبابي في الله. وعندكم هنا رجوع حق ليكم، في عندك رجوع حق، لأن أرى في شكوى ورح تأخذ حق. في عندك إنهاء شر وإعلان على نصر بإذن الله تعالى. للمبتعدين هنا شايف منتظر عودة حبيب، شايفكم منتظرين عودة حد حبيب على قلبكم. أرى هنا دخول البعض منكم مع شخص في علاقة حب، وهذا الشخص يبادلك نفس الشعور. وللبعض هنا منكم في ظهور أشياء غريبة في جسدك، مثل الحروق أو كدمات زرقاء أو كدمات حمراء أو خدوش، وعندك ضيق وتعب، حاسس إن أنت شايل هموم الدنيا عليك، حاسس بخنقة وبضيق وبالتعب وبالتعطيل، مفيش حدا مكتملة معاك، حتى المتزودين مشاكل بدون سبب، واللي لسه ما تزودوا ما مكتمل معاكم قصة الزواج أو الخطوبة. هاي ست عاملة لكم سحر وتعرف جميع أخباركم وأسراركم، كل حاجة عرفاها عنكم. ربنا يجعل كيدهم في نحره. شايف هنا في أشخاص في بيتك أو في حياتك، هذا الأشخاص دي نسيت أصلها وبيتعالوا عليك، ولكن في مواجهة حادة ونصر ليك من الله. عندك كمية طاقات نصر كبيرة في أشخاص دي، أشخاص هنا حواليك بيحاولوا يمسكوا عليك أي حاجة، عايزين يمسكوا عليك أي غلطة، عايزين يمسكوا عليك أي فرصة، وواقفين لك على الوحدة، ولكن أنت منتصر وكيدهم، لأن قلبك طيب وماشي في الطريق الصح. عندك هنا البعض رح تكتشف أسرار، رح تكتشف كل حد، رح تكتشف الناس اللي أذياك، وهتتحرر من الكيوت أو تتحرر من علاقة سامة، رح تتحرر من كل هذا. وشايف هنا للبعض شخص مش كويس حابب يكسر قلبك او يسحب منك مال او يأذيك. عندك هنا تحقق امنية غالية على قلبك، عندك راح تغير العتبة، في تغير عتبة راح تغيرها العتبة، بس انا اراك هنا متضايق وعندك خنقة مزعلاك، مش عارف تفضفض أو عارف تتكلم، في حاجات كتيرة مضايقاك لأنك سمعت كلام ضايقك أو تعبك نفسيا. الخنقة والضيق أو مخزول من حد، لأن قلبك أراه مكسور، حد كسر قلبك، حد زعلك. بس أنا شايف عندك البشرة حلوة، عندك أمور، عندك هنا انقلاب سحر وخروج السحر ده، في أنت بتحاول تفكه بأي طريقة أو تخلص منه هذا السحر، وخروج الشر من بيتك بإذن الله تعالى.
عندك مبلغ مالي كويس دايلك وهيفك كرب معاك شديد او هيفك معاك حاجات كتيرة، راح تشتريه المنزل، راح تشتريه وهتنقل من هذا المكان بإذن الله تعالى. في حدث مفرح هيحدث معاك، في مكالمة من شخص انت منتظرها راح تديك، راح تديك. في حد مريض عندك انت زعلان عليه لان راقى دمعة نازلة من عيونك على حد زعلان، حد يعني مريض بمرض او تعب والدة او والدك او حد عزيز على قلبك، راح يشفى بإذن الله تعالى. وراح تنتصر على الناس دي اللي أذتك كتير وسببت لكم أذى كتير، راح تنتصروا عليها، النصر آتي ليكم. أرى حصل مشاكل عاطفية وعدم استقرار، راح تشفى من السحر ده، راح تشفى منه لأن أذاكم كتير وتعبكم وتعبتم جدا واستحملتم ما لا يستحملوا يعني ناس كتيرة، ما حدش يقدر يستحمل اللي انت فيه. سنشافك هنا انت يعني معصب نفسك كتير، اكتر حاجة العصبية ده هي لك قوي، متعصب مخنوق. شايفك هنا عندك هنا طال الانتظار عندك من مدة طويلة، وكأن شايفك هنا تعبت من امور مش بتكمل معاك بالساهل. انت هنا على وشك اللي يعني الانتهاء من مرحلة صعبة، راح تنتهي من المرحلة الصعبة لان انت مريت فيها بسلبيات كثيرة، وكأن هنا سألت حالك دنيتك هتتغير امتى، حالك هيتغير امتى، الدنيا هتفتح معاك امتى، عمال تسأل نفسك. الفترة اللي جاية بذكائك هتقدر تجيب رزقك، وبعدم ما ينقطعش عنك الرزق. عندك هنا في مقابلة مع شخص مهم، هتنبسط بقعدته معاه. بقول لك هنا الرغي حواليك كتير، واللي عنده حبيب واحد عنده أكتر أو عنده أعداء كتير، والزمن ده قادر يظهر الحلو والوحش، بس يوم ما يظهروش الأشخاص دي حاول تكون حريص وعارف الناس دي، حاول تعرف مين اللي معاك ومين اللي عليك ومين اللي بتقعد معاه تتكلم وتفتكره حبيبك ومين اللي حابب يأذيك. حاول تعرف الناس دي، مش كلها الناس كويسة، لان انا شايفك هنا انت في حالة ركود مسيطر عليك من فترة، بس هتنتهي ومن بعد هتبدأ الامور تتلحلح معاك واحدة ورا التانية. بقول لك هنا بتحاول تبعد عن الاشخاص المزعجة او الاشخاص اللي بتسبب ليك في ارهاق نفسي. في شخص هنا من العيلة هيكون في بينكم كلام، والكلام هيتقلب بخناقة. في شخص هنا بيلجأ ليكم في مشكلة، راح تحلها له، هتقف معاه لان انت قلبك طيب وبتقف مع الناس كلها، مش هتقف مع القريب، بتقف مع كل الناس. شايفنا بقول لك الماديات الفترة دي هتبدأ معاك تكون كويس، بس حاول تظبط مصاريفك اكتر لان مصاريفك شايفها كتيرة. حقك رادع ليك، حقه هتاخده. احذر من الحبايب يتقلبوا معاك باعداء، احذر من اتنين هيتحدوا عليك بس ربنا بينصرك عليهم. ما تحاولش تقف ضد حد، بص لمصلحتك، بص لمصلحتك وبص لفريقك. في مصلحة حكومية بتخلصها، وفي مناسبة حلوة بتفرح بيها، بتلم الحبايب، بتلم العيلة او بتلم الحبايب او بتلمكم لانكم مراكم فرحانين بيها. الهم والحزن اللي جواك او اللي جوا قلبك ومش يعني بتعبر بيه لحد،
وكأن جواك هموم كتيرة ومحتاج من رب العالمين أن يزيح عنك. في هنا أشخاص أنت بتقف معاهم وفي أزماتهم، وهم دايما بيمكروا أو بينسوا، مع انهم ملاقيوش حد يقف معاهم خالص غيرك اللي وقفت معاهم ودعمتهم وسندتهم. بس هم الاشخاص دي بتاعت مصلحتها زي ما بقول، لهم مصلحة بتخلص خلاص ينسوك او مش يفتكروك، هم بتاعت مصلحتهم. لان انت وقفت معاهم كتير في ازمات وهم مكرين. في شخص هنا بيديرك لحدك عندك عشان يعتذر منك، لان الشخص ده غلط فيك او اذاك، وانت شكيت اذيتك، شكيت اذاك لله. لان انت هنا محتاج تبعد عن فئه معينه من الاشخاص اللي حواليك، لان اشخاص متعدد الوشوش وانت مش مرتاح ولا قلبك مرتاح مع الناس دي. حابب تنعزل، تنقل بعيد عنهم او تروح مكان تاني، تبعد من المكان اللي انت فيه. شايف هنا قاعدة ما بينك وما بين حد، حبيب أو صديق، شايفكم بتحطوا نقاطكم على الحروف والعتاب، أو بتلوموا بعضيكم أو بتعاتبوا بعضيكم، وفي صلح بعد العتاب ده، راح يحصل صلح. حاول يا محتاجك الأيام دي تبعد عن أي حاجات تديب لك السلبيات، أو تبعد عن السلبيات اللي موجودة في حياتك، واخرج بعيد، اخرج من التفكير اللي انت فيه اللي مسيطر عليك. اخرج شم، اخرج على، اخرج في الحياه، حاول تبص لمستقبلك، لان انا شايفك هتمشي على طريق وهتقف على الارض الصلبه، هتقف على الطريق الصحيح وهتوصل لهدفك باذن الله تعالى. الحظ هيفتح معاك قريبا خلاص، وكأني شايفك هتقدر تخرج من التقيد والتكتف اللي انت موجود فيه. في انسانه مقربه منك بتتكلم في ظهرك بالباطل، واحذر من الاستغلال، احذر، لان انت قلبك طيب والناس بتستغلك، لانها تتعرض هنا مشكلة مع حد من المقربين. احذر من اللي بيتدسسوا عليك، ناس كتير مؤذية عندك هنا. هتزداد عندك الناس دي، هتحاول بتبص لك وتحسدك، لان انت هتزداد عندك حالة التفاؤل بطريقة ملحوظة، لانك هنا هتحصد ثمر عمل سابق، وهتفرح وتكتب بدايات جديدة حلوة. عندك هنا هتقوم بصلة الرحم وزيادة عائلية، او في عندك مشرب مولود، وفي انفراجات رائعة وتغيرات كثيرة قادمة في حياتك، في طريق سفر قدامك غير متوقع، وخير قادم لك بإذن الله تعالى. استعدوا للفرحة والمفاجآت، رح يطرق بابكم الحظ والرزق. هو القلق واضح في ملامحك ووشك ماشي، لكن هتفرح، هتفرح بإذن الله تعالى، بتفاجأ برزق غير متوقع ومال انت نسيته من ايام كثيرة. استعد لحياة جديدة ورزق على ثمر تعبك ومجهودك. وعندك العتبة او الشقة او المسكن او البيت، قدامك طاقة المال قوية، يعني مبلغ مالي ديلك ممتاز، انت كنت محتاجه، محتاجه جدا. هيتدبر هتلاقيه جلة من حيث لا تحتسب. وفي حاجة حلوة قوي هتحصل معاك قريبا انت منتظرها بفارغ الصبر، وهتخرجك من الزعل ده، وهتنسيك الدنيا، وهتضحك مرة تانية وهتفرح، وهيرد عليك الفرحة مرة تانية. في شخص هنا بيحبك قوي لكنه بعيد عنك، مش عارف يقرب منك. في حياة جديدة قريبة منك بإذن الله. عندك قلق وخوف، ليه؟ في قلق وخوف، شايفين؟ في حق كبير عند حد ظلمك، لا تقلق، هتاخذ حقك،
حقك راجع، عندك تطورات جديدة مبشرة وأخبار سعيدة، في فرصة تديلك على طبق من ذهب وبتعوض خسارة السنين اللي فاتت ماديا ومعنويا. بإذن الله سيكون أمرك وحاجتك مقضية وخاطرك مجبور، حلمك متحقق وقلبك سعيد وسماع أجمل خبر مفرح، وبيتك مليان بالخير والبركة والمال والرزق إن شاء الله. قول أمين. سيأتيك كل ما تتمناه بإذن الله تعالى على حين غفلة، في وقت لا تتوقع حدوثه. ستشعر وكأنك في حلم حقيقي، ستمتلئ أعينك بالدموع وقلبك بالامتنان، لأنك ستعرف في قلبك إن الله قد استجاب لدعواتك. عندك خروج من طاقات سلبية من بيتك أثرت فيك وأثرت فترة على حالتك النفسية وبعدتك عن ربك فترة كبيرة، لأن أثرت عليك طاقة السحر، أثرت عليك تأثير كبير. عندك هنا هدية غير متوقعة، الهدية راح تأتيك خلال 4 نقط بإذن الله. الأربع نقط ممكن تكون 4 ساعات أو 4 أيام أو 4 أسابيع، وفي فسحة حلوة مع ناس قريبين من قلبك، وفي مفاجأة ما كنتش تتوقعها. شاف هنا شخص ضايقك بكلام كثير وأذاك نفسيا، ولكن عدالة الله ستجبر بخاطرك وتأخذ حقك. المرأة دي تدعي المحبة وقلبها مليان سواد وعاوزة أزيتك بأي طريقة، وبتمثل عليك ضعفها وقلة حيلتها. احذر منها، احذر منها، لأن هي اللي عملالك طاقة السحر. في رسالة حلوة هتفرح قلبك خلال أيام إن شاء الله، وفي جبر خاطر لأنك ظلمت كتير وتأذيت كتير. شايفنا؟ شايف أعصابك مشدودة الفترة دي، وكأنك هنا مركز على أمور كنت محتاج تركز فيها من قبل. بقول لك هيجي لك الندم على تصرفات صدرت منك اتجاه شريك بطريقة حمقاء، وكأن شايفك هنا بتعيد النظر في أمور، في الأمور اللي محتاج تعيد فيها النظر من أول وجديد، وهتسحب هنا نفسك من قائمة أصدقاء مقربين منك. وكأن هنا في عندك تشويش اتجاه عدة أمور حواليك، شايفنا فيها المصابرة، فأنت هتصبر على كثير أمور حواليك. شايفك هنا ما توقعش نفسك أو ما تدخلش أو توقع نفسك في الغلط، لأن في أشخاص مجرد حديثك معاهم ممكن يوقعك في مشكلة مش بتاعتك أصلا المشكلة، بس يعني مجرد حديثك معاهم يوقعك في مشكلة. شايف هنا تتعرف على شخص، الشخص ده شايفه، وهذا الشخص يعني هيسبب لك متاعب كبيرة في الحب بينك أو بينكم. وعندك هنا شخص مشكلة، عندك يعني مشكلة هنا، المشكلة دي حكومية، في مشكلة حكومية، ورث أو ميراث أو فلوس، في المشكلة دي حكومية بتخلص معاك على خير بإذن الله تعالى. الفترة دي هتحس يعني بضياع شخص من ايدك، وشايفك هنا ان انت بتحاول تردعه تاني، لان شايفك هنا عايز تردعه باي طريقة وبتحاول يعني تردعه. شايف هنا او اسلوبك او باسلوبك تردعه. بقول لك انت حاول تظبط امورك الفترة دي، وكأن شايف هنا في شخص هيعمل معاك تصرفات هتخليك يعني تغير عليه او تشك فيه. في شخص عنده
الشخص ده عنده علامة في وجهه، الشخص ده مش كويس، بيتمنى لكم الشر. اللهم صل على سيدنا محمد. شافك هنا هتاخذ قرار بانعزالك وبعدك عن شخص، شايفين وكأن الحنين بيردع العلاقة من تاني. شخص هنا هيخبي عليك أمور، ولكن هتكتشف. خليك حذر الفترة دي من تصاريفك أو تصرفاتك، خليك حذر. في عندك ريسك تخلك، بس هيكون خروجه من ايدك اسرع. انا بقول لك خليك حذر من تصرفاتك ومن مصاريفك. في شخصنا هتعطي ليه الولاء، ولكن هيتعامل معاك بجفة المشاعر. احذر من تعب، لان انا شايف عندك تعب في الصدر ووجع العظام، خصوصا منطقة الرجلين ومنطقة الاكتاف والرقبة، عندك المعدة تعباك، وأكثر حاجة الصداع بيديلك والضيقة والخنقة والتعطيل من السحر. خلي بالك واحذر. شايفك ان انت بتحط النقط على الحروف، عندك مواجهة مع حد، في مواجهة ما بينك وما بين حد، وبتحط النقط على الحروف. وعندك شخص هنا بيسحب منك كلام علشان يوصله لشخص آخر. بلاش كل اللي في قلبك يكون على لسانك، بلاش تحكي كل اللي في قلبك للأشخاص دي، لأن شايف هنا بيسحبوا منك كلام وبوصلوه لحد تاني أو لشخص تاني. في عندك تغير، والتغير ده هيكون في شغلك أو دايلك شغل، لأن أنا شايفك هنا في مرحلة أعلى في الشغل خلال الفترة دي، أو مقدم لشغل وجايلك بإذن الله تعالى. عندك نوع من أنواع الزهق والملل، لأن أكتر حد عندك الملل والضيق، الخنق مسيطر عليك، التفكير السلبي مسيطر عليك. شايفك هنا أنت معصب نفسك كتير، وكأني شايفك هنا بتلوم نفسك، شايفك عمال تلوم نفسك على أمور أكتر ما بتلوم الأشخاص اللي حواليك. رب العالمين هيكتب لك الرزق الفترة اللي جاية. في عندك اتصال على حد بتشكي ليه على مشكلة، أو بتشكي له لمشكلة حاصلة بينك وما بين يعني حد برضه، أو ما بين شخص بتشكي له على مشكلة أو بتحكي معاه على المشكلة دي. احذر هنا الفترة دي من بعض الخلافات اللي هتحصل في عتبة البيت، وهيكون سببها الكلام. عندك هنا القدرة انك تتحمل المسؤوليات، بس مش هيكون عندك القدرة انك تتحمل خبص الاشخاص معك، لان انت قلبك طيب. بقول لك هنا ابتدي لك حدا هدية، في هدية ديالك، ومن بعدها بعد الهدية دي بتمسك رزق حلو، بتمسك رزق دايلك حلو. انا شايفك هنا بتعاني من قلة النوم خلال الفترة دي، هدي أعصابك وحاول تظبط نومك. عندك هنا مشكلة حكومية، المشكلة دي في الحكومة بتخلص معاك على خير وسلام، هتخلص معاك بإذن الله تعالى. شايفك هنا عندك ضيق جايلك من مكان بعيد، بتروح مكان وبتتضايق، او بتدخل بيت وبتتضايق. اللهم صل على سيدنا محمد. احذر من الست دي، الست دي في ستنا فيها حرف دال، فيها حرف الدال او حرف الميم او حرف الغين. احذر من الست دي، احذر منها، هي الست اللي عامله لك طاقة السحر، احذر منها. رب العالمين هيقف معاك، مش هيخذلك ابدا،
شايف هنا حواليك اشخاص منتظرين منك الغلطة عشان يشمتوا فيك. عندك بس استغلال عاطفي، يا ريت ما تفتحش قلبك الا للشخص اللي يستحقه. شايف هنا هيكون في حياتك رجل ان شاء الله يسعدك باذن الله تعالى، بس يا ريت ما تفتحش قلبك للناس اللي غير لما تتاكد من الشخص ده انه بيحبك وهو بيتمنى لك الخير او عايزك في حياته. بلاش تفتح لاي حد قلبك ويبقى كل اللي في قلبك يكون على لسانك معاه، لان شافك هنا بتكشف اشخاص بيكذبوا عليك عشان يستفيدوا منك. بس انا شافك هنا رامي حمولك على رب العالمين، ورب العالمين بينصفك بيقف معاك وبيرزقك باذن الله تعالى، لانك كل حاجه رميها على رب العالمين. اللهم صل على الحبيب المصطفى. انت هنا حابب تنقل من المكان اللي انت فيه، حابب تنقل او تشتري مسكن جديد، على انا شايف عندك نقلة من مكان لمكان فيها راحة ليك، والامور هتراوح في مكانه، وقريبا هتشعر بالسعادة. هتشعر عندك تغيرات قادمة كثيرة تدق بابك. اولا شايف بدايات عاطفية وامور جديدة تخص يعني امور حلوة، في علاقة راح تخرج منها مش كويس، وراح هنا تخرج او خروج ناس من حياتك. تقبل التغير وخذ خطوة جادة. في لديك هنا اخبار جميلة تتعلق بعمل جديد مقدم لعمل او مستنية تعلية في العمل او زيادة راتب، ان شاء الله تيالا. شايف هنا حصل انفصال بس بتحاولوا تردعوا الامور كما كانت، او تردعت العلاقة كما كانت، ان شاء الله راح تردع باذن الله تعالى. في نجاح في المدارس او في الدراسة، في نجاح باذن الله، لانك ذكرت وجهدت ففي نجاح، لان اراكم فرحانين في ارض بيتكم، لاما بنجاح او بشرب المولود او خطوبة او زواج في ارض البيت، فرحانين ومبسوطين بهذا الفرحة باذن الله تعالى. ان شاء الله ربنا يكتب لكم السعادة وكل ما تتمنون باذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابي في الله ادعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة يشرفنا اشتراكك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واللي حابب يتواصل معنا في الكشف او في العلاج يدعم الفيديو بالشكرا ويتواصل معنا واتس، وان شاء الله نحدد حالته ان كان سحر او مس او اي سبب الاشياء اللي عنده، وان شاء الله نعالجه باذن الله تعالى. والسلام.